بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع هنتكلم عنه في الفيديو ده هو السفينوبالاتاين جانجليون، ودي يمكن اول جانجليون ندرسها، عشان كده محتاجين نفهم كل كلمه فيه. اول حاجه يعني ايه جانجليون؟ كلمه جانجليون دي معناها كولكشن اوف نيرف سيل بوديز اوت سايد سي ان اس. وتعالوا نفسر مع بعض. احنا عارفين ان الخليه العصبيه بتتكون من سيل بودي واكسون. الاكسونز دي لما بتتجمع مع بعضها بتعمل لي البريفرال نيرفز. يعني ايه؟ يعني الالنر نيرف، الريديال نيرف، الفيمورال نيرف، النيرفات اللي احنا كنا بنشوفها دي عباره عن اكسونز بتاعت نيرفات. الاكسونز بتاعت السيل بوديز متجمعه مع بعضها فعامله لي منظر النيرف ده. اما السيل بوديز نفسها فبتتجمع مع بعضها في مكان من الاثنين، يا اما تتجمع مع بعضها جوه السي ان اس فتعمل لي ستراكشر بنقول عليه نيوكليس، يا اما تتجمع مع بعضها بره السي ان اس فتعمل لي الحاجه اللي اسمها جانج. يبقى كلمة جانجلين دي معناها collection of nerve cell bodies outside the CNS. طيب ايه سفينوبالاتاين جانجلين دول؟ كنا قلنا ان في عظمة في السكال اسمها سفينويد. حتى كنا قلنا السفينويد دي شبه الفراشة، ليها بودي وليها greater wing وليها lesser wing. بنقدر نشوف السفينويد دي من جوه الكرينيال كافيتي، جوه الدماغ، نقدر نشوفها في النيزل كافيتي زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الروف كده بتاعه، نقدر نشوفها حتى في اللاترال سايد بتاع السكال. المهم ان السفينويد دي بينها وبين العظمه الثانيه اللي اسمها بالاتاين بون، والبالاتاين بون كنا شفناها برضو في الهارد بلد. فبين البالاتاين بون كنا قلنا ان هي عباره عن هوريزونتال بارت وبربنديكولار بارت. بين البربنديكولار بارت بتاع البالاتاين بون وجزء من السفينويد في سبيس كده اسمه سفينو بالاتاين فوسا. السبيس اسمه سفينو بالاتاين فوسا. خلاص؟ ده موجود بين البربنديكولار بليت اوف بالاتاين بون بتاع البالاتاين بون وبين حاجه اسمها تريجويد بروسيس اوف سفينويد. تريجويد بروسيس اوف سفينويد. علشان كده بعض الكتب بتسمي الجانجليون دي بدل سفينو بالاتاين تسميها تريجو بالاتاين جانجليون. هي سفينو بالاتاين او تريجو بالاتاين ذا سيم، لان موجوده بين السفينويد تحديدا التريجويد بروسيس اوف سفينويد وبين البالاتاين بون تحديدا البربنديكولار بليت اوف بالاتاين بون. طيب المفترض ان انا اي جانجليون بتكلم عنها، مش بس المره دي، اي جانجليون عموما بتكلم عنها، المفروض ان انا اعرف عنها ايه؟ المفروض اعرف عنها اربع نقط. النقطه الاولانيه اللي المفروض اعرفها، اعرف الجانجليون دي موجوده فين؟ السايت بتاعها فين؟ النقطة الثانية اللي المفروض أعرفها، أعرف نوع الجانجليون دي إيه؟ التايب بتاعها. النقطة الثالثة أعرف الروتس بتاعتها، الجذور اللي بتكونها. النقطة الرابعة والأخيرة أعرف البرانشز بتاعتها. يبقى أي جانجليون هنتكلم عنها سواء السنة دي أو السنة الجاية، المفروض إن إحنا نعرف الأربع نقط دول، سايت، تايب، روتس، وبرانشز. نبتدي واحدة واحدة. السايت بتاعها، إحنا قلنا من شوية صغيرين موجودة فين؟ موجوده في الهيدا النك، تحديدا في حته اسمها سفينو بالاتاين او تريجو بالاتاين. هيها سفينو بالاتاين او تريجو بالاتاين فوسا، المنطقه اللي اسمها كده على اسم الجانجليون. النقطه الثانيه نوع الجانجليون ايه؟ هي انواع الجانجلي عموما ايه؟ يعني الجانجليون دي ممكن تكون ايه او ايه او ايه؟ الجانجليا اما سنسوري جانجليون، يا اما تكون الجانجليون دي سنسوري، يا اما تكون اوتونوميك جانجليون. والاوتونوميك اما تكون سمباثيك جانجليون او بارا سمباثيك جانجليون. انتوا اخدتوا الاوتونوميك الترم الاول في الموديول بتاع الفاونديشن، فعارفين ان الاوتونوميك نيرفس سيستم عباره عن سمباثيك وبارا سمباثيك. وحتى كانوا قالوا لكم حاجه كده معلومه، ان السمباثيك سوراكو لامبر اوت فلو والبارا سمباثيك كرينيو ساكرال اوت فلو، ان الجانجليا بتاعت السمباثيك بتبقى موجوده على الجنبين بتاع الفيرتبرال كولن، لكن الجانجليا بتاعت البارا سمباثيك تيرمينال جانجليا موجوده نير الافكتور اورجان. كل دي معلومات بيزك لازم تبقوا عارفينها. طيب الجانجليا اللي اسمها سفينو بالاتاين جانجليا دي نوعها ايه؟ الجانجليا دي بارا سمباثيك جانجليا. بارا سمباثيك. خلاص؟ والدليل على كده ان هي موجوده مش حوالين الفيرتبرال كولن ولا حاجه، لا ده موجوده في الهيدا نيك، قريبه من الافكتور اورجن، قريبه من المكان اللي هي تغذيه. طيب ايه الروتس بتاعتها؟ هتستغرب قوي لما اقول لك ان السفينو بالاتاين جانجليون ليها ثلاثه روتس.
ليها سنسويوت وليها سمباثيكوت. سمباثيكوت وليها باراسمباثيكوت. غريبة صح؟ طب تعالوا نشوف كده. لو افترضت ان الجانجليون اهي دي كده الجانجليون، ايه السنسوري رود بتاعها؟ ده جاي منين؟ السنسوري رود ده جاي لها من نرف اسمه ماكزيلاري نرف. ماكزيلاري نرف، الماكزيلاري نرف ده طالع من الكرينيال نرف رقم 5 اللي اسمه ترايجيمينال نرف. يبقى تاني عشان ما نتلخبطش، الكرينيال نرف رقم 5 اسمه ايه؟ اسمه ترايجيمينال. اسمه ترايجيمينال لانه بيتقسم لثلاث اجزاء. اول جزء فيهم رايح للعين اسمه اوفثالميك. الجزء الثاني هو الماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف ده بيبعت سنسوري برانش علشان يروح للجانجليون دي. ازاي بس بيبعت سنسوري؟ هي مش الجانجليون دي بارا سمباثيك؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. طيب الروت الثاني السمباثيك روت، والسمباثيك روت بتاعها جاي منين؟ جاي من نيرف اسمه ديب بتروزل نيرف. دي بتروزل نيرف. واحنا بنتكلم عن الانترنال كاروتيد ارتري قلنا في جزء من الانترنال كاروتيد ارتري اسمه بتراس بارت او بتروزل بارت انترا بتراس بارت اوف انترنال كاروت، وقلنا ده لان هو ماشي جوه العظمه اللي اسمها بتراس بارت اوف تمبرال بون. طيب الديب بتروزل نيرف ده كذلك ماشي جوه العظمه اللي اسمها بتراس بارت اوف تمبرال بون. ايه ده يعني قريب من الانترنال كاروتيد؟ اه ده بيتكون اصلا من السمباثيك بليكسس اللي حوالين الانترنال كاروتيد. هتلاقوا دايما ان السمباثيك بيلف حوالين الارتريز الكبيره والمهمه، علشان كده معظم السمباثيك برانشز او السمباثيك سبلاي بتاع الاستراكشرز بيوصل لها عن طريق البلاد سبلاي بتاعها. الديب بتروزل ده تحديدا طلع من البليكسس اللي اراوند اللي حوالين الانترنال كاروتيد ارتري وهو جوه البيتراس بارت تمبرال بون، وعلشان كده بيسموه دي بتروزل نيرف. غريبه برضو ايه اللي جاب السمباثيك هنا؟ احنا مش قلنا ان الجانجليون دي بارا سمباثيك جانجليون؟ ازاي بقى الكلام ده؟ ده اللي احنا هنفهمه دلوقتي لما اقول لك ان البارا سمباثيك ده اللي داخل للجانجليون، البارا سمباثيك اللي رايح للجانجليون ده جاي لها من نيرف اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزل نيرف. ايه ده احنا مش لسه قايلين ده سمباثيك؟ لا السمباثيك كان اسمه ديب بتروزل لكن ده سوبرفيشال بتروزل. يبقى ده كان جوه البيتراس بارت، ديب جوه البيتراس بارت مع الانترنال كاروتيد، لكن ده سوبرفيشال على سطح البيتراس بارت تمبرال بون، وكمان جريتر يعني ده الكبير بين اثنين موجودين سوبرفيشال. طيب جاي منين جريتر سوبرفيشال بتروزل نيرف ده؟ ده برانش من الفيشال نيرف، فروم فيشال نيرف، النيرف بتاع الفيس اللي اسمه فيشال نيرف، وده الكرينيال نيرف رقم 7. كرينيال نيرف رقم 7، يبقى الكرينيال نيرف رقم 5 اسمه تراجيمينال، بيدي ثلاث برانشات من ضمنهم الماكسيلاري اللي بيدي السنسوري وود. الفيشال نيرف ده الكرينيال نيرف رقم 7 بيدي برانش اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزل، ده الباراسمباثيك وود بتاع السفينوبالاتين هيك. طيب نرجع للسؤال بقى اللي احنا كان محيرنا في الاول، هو ازاي الجانجليون دي باراسمباثيك وليها روت سنسوري وليها روت سمباثيك وليها روت باراسمباثيك؟ لان انا قلت لكم الاول خالص ان معنى كلمه جانجليون دي كولكشن اوف نيرف سيل بودز. هل الروت ده او الروت ده او الروت ده في حد من الروتس دي سيل بودز؟ لا دي اكسونز، الروتس دي عباره عن اكسونز. فين السيل بودز بقى؟ هتلاقي الوحيد اللي ليه سيل بودز جوه الجانجليون اهي السيل بودي دي، الوحيد اللي ليه سيل بودز جوه الجانجليون هو الباراسمباثيك روت. كده الوحيد اللي ليه سيل بودز جوه الجانجليون متجمعه جوه الجانجليون هو الباراسمباثيك. طب والسنسوري يعمل حاجه؟ لا السنسوري زي ما هيدخل زي ما هيطلع. طب والسمباثيك زي ما هيدخل زي ما هيطلع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجانجليون دي هي السايت اوف ريلي، ومعنى كلمه ريلي ان نيرف ينتهي ونيرف يبتدي وفي كونكشن بينهم، دي السايت اوف ريلي للباراسمباثيك روت، وعلشان كده هي باراسمباثيك جانجليون. طب ودول ايه اللي دخلهم هنا؟ ايه اللي حشرهم في وسط الجانجليون دي لغرض معين علشان يروحوا يغذوا مع الباراسمباثيك اماكن معينه؟
طيب يبقى الروتس ليها ثلاثة روتس: سنسوري روت، سمباثيتك روت، باراسمباثيتك روت. السنسوري جاي من المجزيلاري نيرف اللي جاي من الترجمة النيرف رقم 5، السمباثيتك جاي من البليكسس اراوند الانترنال كاروتيد عن طريق الديب بتروزال نيرف، الباراسمباثيتك جاي من الجريت سوبرفيشال بتروزال اللي هو جاي من الفيشال نيرف رقم 7. طيب البرانشز اللي هتطلع، البرانشز اللي هتطلع هيبقى فيهم باراسمباثيتك، وده طالع من الجانجليون يعني بوست جانجليونيك، بوست جانجليونيك باراسمباثيتك برانش تو لاكريمال جلاند اللي راح يغذي اللاكريمال جلاند. ايه اللاكريمال جلاند دي؟ الغده الدمعيه اللي موجوده في العين. طب وده راح يغذيها باراسمباثيتك ليه؟ علشان يعمل كونتراكشن للسموز ماسلز اللي موجوده في الجلاند فيزود السكريشن. علشان كده بيسموا الباراسمباثيتك ايه؟ بيقولوا عليه باراسمباثيتك سكريتو موتور. سكريتو يعني بيزود السكريشن، موتور لانه بيعمل كونتراكشن للسموز ماسلز اللي موجوده جوه الجلاند. بس كده؟ لا، ده بيدي ثلاث برانشات للبلت اسمهم بلاتاين، وبيدي ثلاث برانشات لستراكشرز ثانيه. الثلاث برانشات اللي رايحين للبلت هم مين؟ هم الجريتر بلاتاين نيرف، جريتر بلاتاين نيرف، والليسر بلاتاين نيرف، والنيزو بلاتاين. نيزو بلاتاين ده ليه اسم تاني بيسموه لونج سفينو بلاتاين. يبقى بيدي ثلاثة للبلت: جريتر بلاتاين، وليسر بلاتاين، ونيزو بلاتاين او لونج سفينو بلاتاين. يبقى ثلاث برانشات اسمهم بلاتاين: جريتر وليسر ولونج سفينو بلاتاين او نيزو بلاتاين. طب السؤال بقى، هل الثلاث برانشات دول سنتري؟ لا مش مظبوط الكلام ده. طب هل الثلاثه دول سمباثيك او باراسمباثيك؟ لا، الثلاثه دول بيبقوا ميكسد، يعني شايلين للبلات السنسوري والباراسمباثيك، وممكن يكون فيهم فايبر سمباثيك وهكذا. الثلاثه الجايين دول الاستراكشرز محدود، يعني ايه؟ يعني النوز نيزل برانش بيسموه ميديال ولاترال بوستيريور سوبيريور نيزل، بوستيريور سوبيريور نيزل، ميديال ولاترال بوستيريور سوبيريور نيزل. يبقى اول حاجه نيزل برانش، تاني واحد فارينجيال برانش، يبقى ده رايح لمين؟ رايح للفارينكس. تالت واحد اوربيتال برانش، نيزل وفارينجيال واوربيتال. نيزل للنيزل كافيتي، وهم اتنين، واحد اسمه لاترال بوستيريور سوبيريور نيزل وميديال بوستيريور سوبيريور نيزل، وفارينجيال برانش للفارينكس، واوربيتال برانش للاوربيت. يبقى نراجع مع بعض كده تاني. السفينو بلاتاين جانجليون مكانها فين؟ في السفينو بلاتاين او التاج بلاتاين فوسا. نوعها ايه؟ باراسمباثيتك جانجليون. ايه الروتس بتاعتها؟ ليها باراسمباثيتك روت جاي من الجريتر سوبرفيشال بتروزر من الفيشيو، لكن ليها كمان سنسوري روت من المجزيلري، وسمباثيتك روت من الديب بتروزر اللي جاي من البليكسس اراوند الانترنال كاروتيد. برانشاتها بتدي باراسمباثيتك للاكريمال جلاند، تدي ثلاثه بلاتاين وثلاثه الاستراكشرز، ثلاثه بلاتاين جريتر وليسر ونيدو بلاتاين، وثلاثه الاستراكشرز للنوز نيزل، الفارينكس فارينجل، للاوربت اوربيتال برانش.